اليوم اجينا من ازمير، بتبعد عن اسطنبول 8 ساعات. بابا بيقول تغيير البيت صعب، يا ريت الصعوبة تكون بس انه الانسان يغير بيته. لما كنت انا وعائلتي عم نستقر بالبيت الجديد، عرفنا انه ناطرتنا حياة جديدة. كل شيء كان عم يتغير، وبالايام الجاية رح يتغير اكثر، بس ما كنا متوقعين التغيير رح يكون لهالدرجة. بتمنى اسطنبول تعجبك. بدنا نغير مكان الكنباية. اوف تقيلة. انا بحملها. زبطتها. اوف تعبت كتير يا بابا، خلينا نكفي الباقي بكرة. ماشي حبيبي، تقريبا خلصنا. الصناديق بكرة برتبهم. لقيت لي مريول مدرستي بابا؟ ما فتحت صندوقك، بكرة بلاقي لك يا. بكرة لا تروح على المدرسة، هيك بترتاح شوي. لازم روح بابا، اصلا صار لي اسبوع ما رحت على مدرستي، تغيير السكن صعب. ابني الشطور. يلا خليني ارتب لك تختك. وين بقى كانوا الشراشف؟ مسك معي. لا تنسى تعير المنبه. ماشي حبيبي. عزيز؟ نعم بابا. ما رح بقى تمشي بالليل مو هيك؟ لا بابا، أنا ما بعرف الشوارع هون، بضيع. طيب إذا رحت لا تبعد. حاضر. وين حطيت المخدات؟ لا تخليني ازعل منك. وانت كريم رح اكتب اسمك. عادي اكتبه. فرات اقعد محلك، هلا بيجي الاستاذ. اوف بس يجي الاستاذ نقعد محلنا، انت شو بدك فينا؟ بيعصب الاستاذ، كيف شو بدي فيك؟ اوف ويعصب هو، هيك بيضل معصب. انا قلت لكم اقعدوا وانتوا ما رديتوا. بس نحنا ما عم نحكي، واقفين ما عم نعمل شي. حط الواقفين بلا حكي بقائمة لحالهم. شوف كتب. مو مشكلة، فرجيكم شو رح اعمل فيه شوي وبجي. اجا الاستاذ. صباح الخير. صباح النور. اوف شو صاير؟ بابا قديش صارت الساعة؟ بابا تأخرنا، الساعة صارت 8:30. ما سمعنا المنبه، رح وصلك بالسيارة. يا أنسة فرات كان رح يوقعني. لا أنسة مو صح، هو كان رح يوقع وهو عم يركض، أنا ما دخلني. خلص خرسو فرات، لبقى تحكي إذا ما أخدت إذني. أنا حكيت مع أبوك ليش لهلأ ما إجا على المدرسة؟ هو عنده شغل وما بيعطوا إذن، وإنتوا بتضلوا تدقوله، مديره عصب منكم. هدوء بلا ضحك. إذا عطى مديره إذن يمكن يجي اليوم. فرات ما بتخجل من حالك وأبوك عم يشتغل ويتعذب كرمالك؟ ليش بدك يعني إخجل؟ أنت خجلي من حالك. بيكفي، ما بدي أي حدا يجي لعندي ويشتكي من رفيقه بنوب، والأخص من فرات. ما عم قادر لا اشرح الدرس ولا اكتب الاسئله من ورا شغبكن. هاد يلي بدنا اياه. خلصوا. فرات قوم لعندي وجيب شنطتك معك بسرعه بسرعه، وجيب معك دفترك كمان. وانتو بنات الما وغرام جيبوا دفاتركن معكن وشناتكن وتعالوا. يلا روحوا اقعدوا بمقعد فرات، وانت فرات اقعد محلن مشان ضل قدام عيني.
بس يا أنسة أنا مقعدي هونيك. وهلأ صار مقعدك هون. أوه أنسة، فيني أسألك سؤال؟ سؤال لشوف. نحن ليش ما مننتخب عريف جديد؟ كمان هو العريف من السنة الماضية. حابب تصير عريف يا فرات؟ مو هيك يا أنسة، بس لازم يتغير. خلينا نختار عريف جديد، ما بيصير يضل نفسه. أكيد رح نعمل انتخابات جديدة للعريف، بس هلا ناطرين رفيق جديد بده يجي على الصف. بس يجي رفيقكم بنختار عريف جديد للصف، اتفقنا؟ آه أنسة، إمتى بده يجي؟ بصراحة هو اليوم كان مفروض يداوم، بس يمكن هو تأخر. أوه برأيي إنه هو طالب كسلان لأنه من أول يوم تأخر. بالعكس يا فرات، كان أفضل طالب بمدرسته القديمة. رفيقكم الجديد طالب مجتهد، إن شاء الله تصيروا مثله. شو رأيك؟ إذا احتاج رح تساعده مو؟ يمكن ما يتأقلم مدرسته الجديدة، لهيك كلنا رح نساعده أكيد. اتفقنا؟ حاضر أنسة. برافو، تفضل. بعتذر أنسة لأني تأخرت، ممكن فوت؟ تفضل عزيز. أوه خلص الدرس. هاد هو طالب الجديد اللي حكيت لكم عنه، اسمه عزيز. ابني فيك تقدم حالك لرفقاتك. مرحبا، أنا اسمي عزيز شاكرجي. شاكرجي كنيتك بضحك. عمري 9 سنين. مثل عمرنا. انتقلنا جديد على اسطنبول. أه يا لطيف. فرات، شو رأيك تسكت؟ من وين انتقلت حبيبي عزيز؟ من إزمير أنسة. أنسة؟ جدي وستي كانوا عايشين بإزمير. أهلا وسهلا فيك بمدرستك يا عزيز. يلا روحوا اقعد قدام فرات، لازم بقى نبلش درسنا يا حلوين. يلا طالعوا الكتب والدفاتر وقلم الرصاص بسرعة. يلا يا طلابي الحلوين. على مهلك. بعتذر، أنا آسفة. يا ريت تنتبهي وانت عم تسوقي، في مدرسة هون. ماك حق، كرر اعتذاري. كنتي رح تروحيني. بدك تضل عم تحكي؟ عطلتك؟ ايه مستعجلة، عندي شغل لسه ناقصني. شو هذا يا؟ هاي اسطنبول. ايه يا حلوين، وهلأ رح ننتقل للسؤال الثاني. جاكلا تفكر في الذهاب إلى أماسرا في إجازة الصيف، وما هي الأسماء الصحيحة في الجملة؟ ألف أماسرة الصيف، باء جاكلا عطلة الصيف، جيم جاكلا للذهاب بعيداً، دال جاكلا أماسرة. ما في غيره. تفضل عزيز، أعطيني الجواب الصحيح. جاكلا أماسرة يا أنسة. برافو، الجواب الصحيح دال جاكلا أماسرة. وهلأ مننتقل للسؤال الثالث. الموسم سريعاً الصيف مرة، معنى هالخيارات وبدنا نختار منهم الجملة الصحيحة. مين بيعرف منكم شو هو الخيار الصحيح؟ ألف فصل، باء مرت، تاء بسرعة، دال صيف. ايه يا طلاب قلولي شو صار معكم؟ شو ما في غير عزيز؟ تفضل عزيز. مر موسم الصيف بسرعة، الجواب هو الصيف. برافو، شو معنى هالحكي؟ الجواب الصحيح هو الصيف. برافو عزيز، عبقري ما شاء الله. ايه يا حلوين، ننتقل للسؤال الرابع، انتبهوا منيح. شو عامل فرات؟ ما ضل شي ما عمله، كل يوم بيعمل فصل، ولبين ما نحكي معك ونخبرك بيكون فرات عمل 10 فصول ناقصة ولسه ما بتكوني اجيتي. ابنك فرات مشاكس كتير. أوف يا فرات أوف. صراحة نحن بالمدرسة احترنا كيف بدنا نتعامل معه، كل مشاكل الصف من وراء. خبريني، عندكم شي مشاكل عائلية؟ مثل ما بتعرف أستاذ، مات زوجي لما كان فرات طفل صغير، وأنا لأني بشتغل جده وسته هن يلي عم يهتموا فيه. هاي مشكلتنا الوحيدة، أنا لو ما عم اشتغل كان كل وقتي لإله، صدقني. إيه من وين بدي بلش شغل هلأ؟
ايه يا طلاب، رح نختار عريف الصف الجديد بالحصة الجاية. ما بدك تلعب معي اليوم بالضحايتي، اعطيني اللعب كلياتنا. فيك تبعدلي؟ يلا الحقوني. اعطيني العب معي اليوم بالباحة. ما بدي العب. ليكي ممكن تعيريني دفترك لاخذ منه الحل؟ أكيد، تفضل هاي الدفتر، وإذا بدك أي شيء تاني قلي أنا بساعدك. شكراً إليك، رح أنقل هلأ هالمادة وبس خلص بقلك تعطيني الباقي. تمام. لكان حضرتك جيت من إزمير؟ إيه، أنا بحب إزمير كتير، كل صيف منروح لهونيك. عن جد؟ رح أكتب هدول بعدين باخذ الدفتر الثاني. شوفوا هنيك عم يحاول يكون قريب من الكل من اول يوم. حشري، انا مو حابب اقعد معه بنفس المقعد. شوفوا انا شو رح اعمل فيه. فرات بحبها لألما. ألما ليش بدها يعني؟ ما بعرف، قالت لي ناديلك. قم بعد لي، انا بدي اقعد برا. ليش هيك جاي عبالي؟ انت شو دخلك؟ عيب عليك تحاكيني بهالطريقه. لانسة ما بدها يعني، ليش عم تكذب؟ تفضلوا يا حلوين. ايه يا طلاب، بعد ما اجى رفيقكم الجديد اللي هو عزيز صار فينا نعمل انتخابات على الريف الصف. اوه هلا بتروح الحصه. اسكتوا. لو سمحت فرات لا تخليني اعصب. نرجع، كمال كان على الريف الصف من السنه الماضيه وديما كانت نائبه على الريف الصف، وهلا كلنا سوا بدنا نتشكر كمال وديما. شكرا. وهلأ بدنا نختار عريف الصف الجديد لنشوف مين حابب يرشح حاله. نكتب الأسماء على السبورة. مرجان، كريم، عزيز. صار عنا ثلاث أسماء، مين لسا؟ حابب تكون عريف الصف يا فرات؟ ايه، في اي مشكلة يا أنسة؟ معقول؟ اكيد مو مشكلة، بس فاجأتني يا فرات. ايه، اذا ما بقي في اسماء جداد لننتقل لمرحلة التصويت. استقرينا يا امي، وعزيز راح اليوم على مدرسته. تمام، منيح، لا تشغلي بالك فينا، أمي بلش يتعود بفضل سعادة. أقلمنا على الجو. شو؟ أمي شو بعمل؟ طلاق كان بإرادتها، هي كانت صاحبة القرار. حتى لما كانت علاقتنا سيئة سفرها على كندا كان مجرد حجة. تمام أمي، خلينا ننهي. وبابا كيفه؟ تمام أمي، يلا منحكي بعدين. سلميلي على بابا. بخاطرك، بالإذن منك. يلا ديري بالك على حالك، باي. Thank you.
ابني مرجان تعال لعندي. وقف هون ودير ظهرك. مين بحب يكون مرجان عريف الصف؟ 1 2 3 مرجان فيك ترجع على مقعدك. مرجان 3 أصوات دور كريم. تعال يا ابني. وانت كمان وقف ودير ظهرك. يا أنسة ليش الطالب بيدير ظهره وقت التصويت؟ مشان رفقاتك يصوتوا براحتهم وما يزعلوا رفقاتهم منهم. منشوف هلأ مين بده يصوت لكريم. أربع أصوات. كريم رجع لمكانك. وهلأ إجا دور عزيز. فيك تتفضل لعندي يا عزيز؟ وقف. يلي حابب يكون عزيز عريف الصف يرفع إيده. يعني عزيز 9 أصوات خلصنا. ابني عزيز ارجع على مقعدك. واخيرا دلعنا نصويت لفرات. تعال عندي يا ابني. مين حابب فرات يكون عريف الصف؟ نكتب فرات اخذ 5 أصوات. شكرا يا فرات، فيك ترجع على مكانك. ايه يا طلاب، بهي الحالة عريف الصف الجديد هو عزيز شيكرجي. يلا خلونا نصفق لرفيقكم. أما مساعد عريف الصف فرات شيمشك، وهلأ منصفق لفرات. ابني فرات مبروك إلك. ما بدي أنسى، مو حابب كون لا مساعد ولا شي، كان بدي كون عريف الصف، ما بدي يكون مساعد العريف. يا فرات قبل ما تحكي هالحكي كان المفروض انك تبارك لرفيقك عزيز. ليش بدي بارك له؟ شو يلي عمله؟ ليك شوف رفيقك من اول يوم دوام له بالمدرسه طلاب الصف حبوه وثقوا فيه. ما بصير نوثق باشخاص ما بنعرفهم من اول يوم بنشوفهم فيه. بالعكس، في اشخاص من اول لحظه بنشوفهم فيها بنحبهم وبنوثق فيهم. يا فرات سماهم في وجوههم، لا تنسى هالحكي. لهيك رفيقك عزيز هو قدوة لطلاب الصف بأدبه والتزامه وهدوءه. بعدين لازم تكون مساعده. عزيز طالب جديد وبحاجة مساعدتك يا ابني. هاد أول يوم دوام لعزيز، في كتير شغلات لسه ما بيعرفها. برأيي هو بحاجة إنك تساعده وتدعمه ليتعود علينا. حاضر يا أنسة. شكراً إلك فرات. ما رح يمشي حالها. مو معقول هذا انت؟ بظن انه انا اللي لازم اقول هالحكي. ليش؟ أنا واقف أمان الله وأنت ضربتيني مثل الصبح. يلي صار الصبح ما كان قصدي. بآخر لحظة نفدت منك. عم تبالغ بحكيك، بعدين أنت الحق عليك واقف بنص الطريق. بعتذر، لا تواخذني. لا، ما واقف بنص الطريق مثل العمود. Thank you.
جاي اليوم بكير. أخذت إذن مش أروح على مدرستك. عن جد رحتي؟ أكيد رحت. شو قالوا لك عني؟ شو رح يقولوا؟ مثل العادة. قلت لك ما في داعي تعذبي حالك وتروحي. لا تخليني جن فرات. وبعدين معك؟ يعني ما بدك تتحسن؟ حتى بالحارة عم يشتكوا منك، شو بدك تعمل لسه؟ أمي كان بدي لك أخبار حلوة بس ما خليتيني أحكي ولا كلمة. أي أخبار؟ ما بقى بدي أحكي. ابني قول شبك؟ اليوم بالمدرسة انتخبوا عريف الصف. إيه حطوك أنت العريف؟ تقريباً. عن جد عم تحكي؟ ابني البطل، برافو عليك حبيبي. أنا هلأ صرت نائب عريف الصف. برافو شطور يا قلبي. أمي بتعرفي اليوم إجا طالب جديد حشري ما حبيته. مين هو؟ طالب اسمه عزيز، انتقلوا جديد من أزمير وقال كان أشطر طالب بمدرسته القديمة. شو ما سألت الأنسة بجاوبها، هالطالب عبقري كتير، بيضل رافع إيده. إيه؟ أنت ما بترفع إيدك يعني؟ أنا كالعادة وبجاوب الأنسة بدون ما أرفع إيدي. فرات ما بيصير تحكي من دون إذن الأنسة. أمي شو بدي أعمل؟ ما بقدر أتحكم بحالي، ما بلاقي حالي غير عم جاوب. لا تاكل حواضر، رح اطبخ هلا. حاضر امي. مين لك كان عريف الصف؟ يلي كنت عم بحكي لك عنه. من اول يوم دوام صار هو عريف الصف؟ هيك صار، بس بما انه طالب جديد في شغلات ما بيعرفها بالمدرسه، يعني انا بدي اعمل كل شيء. امي انا رايح العب بالحاره. واقف ابني، لوين رايح؟ لسه ما اكلت. ما بطول، بس تخلصي طبخ بجي لحتى اكل. اوف يا ربي. ابني لسه اليوم في شوية شغل. لا مو مشكلة بابا، هلأ بساعدك. ايه كيف كان يومك بالمدرسة؟ تمام. متأكد؟ حبيت المدرسة، بس في طالب شكله غريب. كيف يعني؟ مين هو؟ وكمان قاعد معي بالمقعد. رفيقك بالمقعد؟ عمل لك شي؟ لا بابا ما عمل شي أبدا، بس الكل بيشتكي منه، حتى أنه صار نائب العريف اليوم. إيه ومين العريف؟ برافو عليك. نلعب مباراة، شو رأيكم بس يجي علي من إلو يلعب معنا؟ رأفت جاية. أنا ما بلعب معه، هي قلت لك. تعالوا نلعب سوا. ما بدنا نلعب. ليش؟ مو جاية عبالنا. شو هاد؟ بس لأنه مبارح فزنا عليكم؟ نحن ما خسرنا، أعطيني الطابة. يا أحلامك. أعطيني إياها. ما بدي. أعطيني طابتي. بدك إياها؟ طبعاً. إيه روح جيبها. يلا أهلين أستاذ شاهين. مدام ليزا تعالي شوفي شو عمل فرات. خير شو عمل؟ كسر أزاز الصالون كله على الأرض. فرات اللي كسره؟ إيه ابني شافه بعينه. لا تواخذنا، بعتذر منك. نفس الكلام ينعاد كل مرة. رح أتكفل بحقه، لا تشغل بالك. مدام ليزا نحن ما بدنا منك أي شيء، بس يا ريت تربي ابنك وكتر خيرك. أخ منك فرات، طبعاً بيعرف غلطه وهيضاع مرة تانية كمان. فرات تعال هون. شو في أمي؟ ولسه عم تسأل؟ كسرت شباك بيت رأفت؟ ليش أنا شو دخلني؟ رأفت يلي كسره، هلأ حط الحق علي. فرات حاجة كذب بقى، والله تعبت من هالموضوع. أمي والله مو أنا اللي كسرته. بدك تقنعني إنه الزلمة عم يكذب يعني؟ أمي ليش ما عم تصدقيني؟ قلت لك أنا ما إلي علاقة، رأفت كسره. ماني عم أكذب، وإذا بدك اسألي الأولاد كمان، بس أنت ما بتصدقيني. Thank you.
خلصنا، هلا صار فينا نسميه بيت، مزبوط؟ مزبوط بابا. شو بك عزيز؟ شو بتكون عم تعمل ماما هلا؟ ما بعرف. هلا نحن عنا ليل وهي بيكون عندها نهار. كيف بدنا نسميه بيت وماما مو عنا؟ عزيز، ما أنا مهم المكان ولا عدد الأشخاص اللي هون. محل ما لنا ساكنين بيكون اسمه بيتنا دائما. تمام؟ أكلت لهلا؟ لا ما بدي أكل شي. يا روحي لساتك زعلان مني؟ أنا مصدقتك ابني، بعرفك ما بتكذب، بس بآخر فترة أجتني كتير شكاوي عنك لهيك عصبت، وبالمدرسة قالوا لي نفس الشي. قالوا لك إنه فرات عم يكذب يعني؟ لا ما قالوا لي هيك طبعا، ولا أنا عم أقول هيك، أنا بوثق فيك، حابة أوثق بابني أكتر من العالم كله، لهيك دير بالك على تصرفاتك. تمام ابني؟ فرات انت اغلى شي بالنسبة الي بالدنيا كلها، اوعى تنسى. رأفت اخذ لي طابتي وما رجع لي اياها، لما حاولت اخذها منه صار بده يزتها فضربت الطابة بشباكن. تمام حبيبي انا مصدقتك، يلا قوم لنتعشى. إذا بدك تقعد فوت لأني ما رح أرجع أقوم مرة تانية. صباح الخير يا فرات، رح فوت بعد ما أخلص هدول. ما رح ضل أقوم وأقعد مشانك، يلا فوت أقعد. لكن بكرة أقعد جوا. جوا ما رح أقعد. تمام استنى، لكن ما خلصت. صباح الخير. صباح النور. عدوا لو سمحتوا، هاتوا لشوف كتبتوا وظائفكم مو هيك؟ كتبناهن. لكن افتحوا الدفاتر لو سمحتوا، بدي شوفهن. هات الدفتر عزيز. برافو عليك، الوظيفة ممتازة. فرات وينا؟ بصراحة أنسى، كنت تعبان شوي مبارح. مرة تانية؟ كل يوم نفس العذر؟ شو بدي أعمل يعني؟ ما بحب أكتب وظائفي. شو؟ ما بتحب تكتبون؟ تماماً. فرات ما بصير الطالب يحكي مع أنستو بهي الطريقة. لا وفوق هيك حاطينه نائب رئيس الشعبة، لازم تكون قدوة لكل الطلاب. ليكو عزيز قدوة لكل المدرسة، مو ضروري كلنا نكون مثل بعض. ولا حرف. فرات قوم على السبورة لشوف بدك تكتب شو رح أحكي بالحرف لبين ما شوف وظائف الطلاب كلهم. ماشي فرات، كل يوم عنده نفس العذر بس لأنه حضرته ما بيحب يكتب وظائفه بالبيت. ولا صوت. تمام فرات، هلأ بدنا ندور على الفاعل بالجملة. كل يوم عنده نفس العذر بس لأنه ما بيحب يكتب وظائفه ببيته. ماشي رح قلك أنسر. الفاعل هو كفي.
يا ترى كيف منلاقي الفاعل بالجملة يا فرات؟ ايه؟ مين منكن بيعرف يخبرني الجواب؟ كيف فينا نلاقي الفاعل بالجملة يلي على السبورة؟ تفضل عزيز عم اسمعك. انسى في فاعل مستتر بالجملة وتقديره هو. برافو عليك عزيز. معناها مين يلي عنده العذر؟ هو عنده العذر. إجابة صحيحة. تمام، فيك تقعد. بصراحة أنسى الفاعل مو مستتر كتير لأنه فرات بيكون هو الفاعل. هدوء، فيك ترجع على مقعدك. الملاكي معك قلم أحمر زيادة؟ لا. حدا معه قلم رصاص أحمر؟ أي معي، فيك تاخدي. شكراً لك كتير. أوه خلونا نفهم. شو بدك تفهم؟ أول ما طلبت ديما قلم عطيتها، شكلك بتحبها مو؟ لا مو هيك أبداً، عندي قلم كتير وعطيتها. ماشي طيب، صدقناك والله. شو هالحكي اللي عم تحكيه يا فرات؟ أوف الله. خلينا نطلع يا ديما، لا تردي عليه. عزيز شو رأيك تطلع معنا هلأ؟ يلا جاية. شفتوا عزيز طلع لأنه ديما طالعة. عزيز بيحب ديما. أنا رح ورجي الفاعل المستتر. لوين راح؟ ما بعرف. عفوا ما شفتك قدامي. كيف ما شفتني؟ انت اتقصدت تعمل هيك. انت منيحة ديما؟ ايدي عم توجعني كتير. شو صاير لك فرات؟ شو مشكلتك؟ قلت لك انه بدون قصدي، اذا حابب تعمل خناقة فانا جاهز وما عندي مشكلة ابدا. انت عن جد حابب تتخانق هلأ؟ ليك رح تجي الانسة هلأ بلا مشاكل. اذا كنت حابب اتخانق معك رح اضربك فورا. ما مستغرب كتير لانه مبين ما بتعرف تعمل شيء الا لا يا انت بوكس ما بتعرف تضرب. لاني مو متوحش مثلك يا سيد فرات. انا مو متوحش. شيل ايدك احسن لك. اذا ما بدي شيلها فرات بكفي. شو اللي عم يصير؟ شو المشكلة هالمرة؟ استاذ هاد عزيز عم يعمل مشاكل وبده يضربني بدون سبب. عم تقول بدون سبب؟ اكيد عملت له شيء. طنشه يا ابني بكفي. بكرة جيبوا معكم أهلكم على المدرسة، مفهوم هالحكي؟ عصف فوراً. يلا وانتو كمان. تفضل. مرحبا، أنا جود شيكرجي. أنا أبو لعزيز شيكرجي. مرحبا، شرفت، أهلا وسهلا. تفضل ارتاح. بتكون أمه لفرات على الطريق. عن إذنك رح جيب ملفات الطلاب. مرحبا، كان لازم أعرف. بصراحة توقعت هالشي. أنا جود. وأنا اسمي ليزا. أوه مبين التقيتوا. تمام، مرحبا ست ليزا. أهلا فيك. تفضلوا. خلوا اللي بلش، مو حابب أخذ لكم من وقتكم. عزيز ابن السيد جود انتقل لمدرستنا. بعرف هالشي. عزيز مثل فرات كتير ذكي، وهنن من طلابنا الأذكياء والمحبوبين. بس يعني في مشكلة وعزيز وفرات ما عم يحلوها. المعلمين وحتى الطلاب بالمدرسة مو مرتاحين لهذا الوضع، ونحنا لازم نحل المشكلة بشي طريقة، ورح نحتاج مساعدتكم.
عزيز ما كان عنده مشاكل مع المدرسة. شو قصدك يعني؟ ما بقصد شي، بس أنا مستغرب. سمعتي شو قال المدير؟ إيه بس ما في داعي لتسميع الحكي هاد. إذا كان ابنك مثلك فواضح السبب، كيف رح نحل الموضوع هيك؟ لك كيف بدنا نحل الموضوع وانت متحيز لابنك؟ هلأ أنا متحيز؟ طبعاً. برأيي من الأفضل ما نحكي مع بعض مرة تانية. أنا موافقة. شكراً إلك، عذبتك معي. تكرمي، بسيطة، بيوتنا قريبة على بعض. لا تفهميني غلط، لو كانوا بعاد رح وصلك. لا، ما فهمتك غلط. بصراحة، آسفة كتير على اللي صار، كنت متوترة شوي. آخر فترة صايرة معصب كتير، كل المشاكل إجت مع بعضها. يمكن أنا كمان كنت متوتر شوي. أنا آسف كتير. هلا شو بدنا نعمل مشان الأولاد؟ ما بعرف. فرات بيضل بيحكي عن عزيز ليل ونهار، مدري شو قصته. عم يعذبونا. لازم نلاقي حل للموضوع. بصراحة في ببالي فكرة. شو هي؟ يلا هون. يلا شو طيبنا؟ يلا نعدي. يلا شو طر عندي؟ يلا شو طيبنا؟ انت ما بتعرف يلا نعدي الطابة. ليش بعدت؟ يسلم ايديك. تكرمي. وين رايح؟ امي وين سيارتنا؟ سيارتنا تعطلت، وصلني ابو العزيز. قلتي ابو العزيز؟ ايه. ليش كان فيك انت تجي بالباص؟ فهميني ليش طلعتي بسيارة ابو؟ ابني بيوتنا قريبة من بعض، ما في غير شارع بينهم، وفي موضوع بدي احكي معك فيه كمان. ايه شو هو؟ امشي. شو حكينا يعني؟ حكينا عنك وعن فرات. بس أنا ما عملت شي، ما بعرف ليش اتصلوا فيك على الفاضي. لا، مو على الفاضي. ما فهمت. أنا قصدي اليوم بدك أخذك على مكان؟ لوين؟ مفاجأة. ليش اجينا لهون امي؟ لو رحنا على مطعم الشاورما كان احسن. وهذا المطعم حلو، اعتبره تغيير. هاد عزيز شو عم يعمل هون؟ بابا؟ امي ليش هيك عملتي؟ شو عملت؟ مرحبا. اهلين. شو هالصدفة؟ تفضلوا. عم نزعجكم؟ لا أبداً، تفضلوا. هاي أول مرة بتشوف عمو؟ مو مهم أبداً أمي، خلينا نقوم. خليكن قاعدين، نحن منروح. خلونا ناكل وبعدين منروح سوا، تمام؟ أنا اسمي جود. تشرفنا. أنا كمان. خلينا نتعرف، أنا ليزا. وأنا عزيز. أهلين فيك عزيز. والله جعت، خلونا نطلب أكل فورا لو سمحت. السمك كتير طيب عندهم. صحة وهنا. يلا فرات كول. حاسس مالي نفس أبداً.
عن شو حابب نحكي يا فرات؟ مو حابب احكي. ايه، اي فريق بتشجع؟ فينار بخشا. حلو، انا وعزيز مع بشكتاش. بشكتاش مو؟ طبعا. اذا حبيت فينا نروح نحضر مباراة سوا. لا شكرا، ما في داعي، بروح مع عمي على المباريات امتى ما بدي. طيب. بدك مساعدة مدام؟ جود بيك، مرحبا. ليكني اجيت لحتى ساعدك. طيب، بالمناسبة آسفة على مبارح، فرات زودة شوي. ما حسيت هيك، كان الوضع منيح، تقربوا من بعضهم شوي. مزبوط. شوفك بكرة. باي. وقف لشوف، ما كنت بتعرف انهم عم يخططوا؟ لا تكون سخيف، انا شو بيعرفني؟ حاج تمثل علي واسمعني، لا تحاول تعمل هالحركات هي، لا بقى تحاول تخلينا نلتقى سوا. واسمع كمان، ما بدي ابوك يشوف امي مره تانية، عم تفهم؟ ليش مين قال لك اني حابب شوفك يعني؟ مين مفكر حالك انت؟ اشتغلت. عظيم، شوفك بعدين. سيارتك مو هون؟ لسوء حظي ما اجيت فيها اليوم. شو رايك وصلك بطريقة اذا بدك؟ موافق. كانت مضطرة تسافر برا البلد؟ بصراحة ما كانت مضطرة تسافر، بس كانت هالخطوة ضرورية، كان مبين أنه علاقتنا رح تنتهي. بس كيف قدرت تترك عزيز؟ كان الموضوع صعب، بس عزيز بيحبني كثير ومتعلق فيني أكثر من أمه بصراحة، هالموضوع سهل علي السفر. فهمت عليك، بس لو كنت محلا ما بعمل هيك، ما بتخيل بعيد عن ابني بيوم، ما فيني أعيش بدون فرات ولا لحظة. بتفهم شعورك. فرات كان متعلق بأبوه كتير. إيه؟ لما تزوجنا كنا صغار كتير، كنا منحب بعض، كانت حياتنا مثل قصة من شي رواية، بس كل شي انقلب بلحظة. كان مريض؟ لا، صار معه حادث فجأة لما كنا عم نبني أحلامنا لنربي ابننا، إجا الموت وأخده منا. ومن هداك اليوم وأنا قلبي محروق على فرات، بدي عوضه. برأيي إنك نجحتي، أنت كتير قوية. هداك اليوم إجا فرات من المدرسة وهو معصب، طبعاً عرفت فوراً إنه الموضوع بيخص عزيز. قصدك لما عزيز أخذ 100 بالرياضيات؟ أي، وقتها فرات درس المادة لأول مرة، ما بتتخيل قديش كنت مبسوطة. بس لفرات يعني؟ ما فهمت. قصدي عزيز وفرات بنفس الصف وبنفس الترتيب بالمدرسة، بس ما بيتوافقوا بكتير شغلات، فجأة المدير استدعانا سوا. برأيك كل هذا صدفة؟ مزبوط.
ما بعرف، بحس ببعض الأحيان إني جيت على اسطنبول لأتعرف عليك. من أمتى عم تحس بهالشعور؟ من لما خبطتيني بالسيارة أول مرة. من هذاك اليوم. تأخرت عليك، طلع عندي شغل لهيك اضطريت طول. جوعانة، خلينا ناكل. مستعجلة شي؟ معي نص ساعة بس، في شي؟ ولا شي، بس مو من عادتي آكل بسرعة. إذا بدك ضل بعدي وكل على مهلك. بس أنا حابب آكل معك، حابب نتغدى سوا ونفطر الصبح مع بعضنا. عم أحلم عيش هاللحظات معك يا ليزا. كنت مفكر أني ما رح أرجع أحس بهالمشاعر، بس أنا هلأ متأكد أني حاسس فيها من جواتي. جود، خدي وقتك بالتفكير، ما في مشكلة، رح أنطرك. يمكن أنا وقعت بحبك ليزا. تفاجأت كتير، يعني ما توقعت هالشي. ما قدرت انتظر أكتر. شو رأيك ليزا؟ خلص حاجة ننطر. بلا ما ننطر. أنا أجيت ماما. أهلين فرات، طمني كيف كان يومك؟ بيقرف، عطانا الأستاذ وظايف. شو صاير أمي؟ ليش هيك الضحكة على وشك؟ بدي خبرك شي ابني. وأنا بدي خبرك بشي يا أمي. قول أنت بالأول. أنا بدي انتقل من الصف تبعي أمي. ليش بدك تنتقل؟ شو السبب؟ ليش؟ ما بدي يكون معه بنفس الصف. ماني طايق أقعد جنبه ولا أطلع بوشه. شو صار؟ تخانقتوا كمان؟ ما تخانقنا، بس وجوده لحاله بيزعجني. شو رأيك بالفكرة أمي؟ خلص ماشي، مو مهم، رح أحضر لك الغداء. جهز الأكل، سخنة كتير، انتبه. شبك؟ في شي؟ لا ما في شي بابا. شلون ما في شي؟ لكان ليش زعلان؟ أكيد صاير معك شي. تعرف بنتمني لو ما أجينا على اسطنبول بابا. ليش بقى؟ لأنه كان كل شي أحلى وقت كنا بإزمير. صاير شي بالمدرسة؟ كل يوم بيصير شي بيزعجني. المدرسة منيحة، المشكلة فرات.
مرحبا. مرحبا. خبرتي لفرات؟ لسه. وانت؟ ما عم بقدر. شو رأيك نأجل الموضوع؟ لا ليزا، إذا مشينا على كيفهم ما رح نتزوج. بس الأولاد مو جاهزين هلأ. تعالي معي. وقف، لوين آخذني؟ إذا استسلمنا هلأ بحياتنا ما رح نتجرأ نعملها. وقف وقف. لهلأ ما عم صدق يلي عملناه جود. أنا مبسوط. أنا مبسوطة كمان، بس الأولاد شو؟ رح يتعودوا، لا تخافي. هلأ صاروا إخوة. خبرتي فرات يجي لهون؟ إيه. وإنت؟ أنا خبرته شوي وبيوصلوا، لا تتوتري. لا تقلقي، ما رح يكون الموضوع صعب. ليزا أنا معك. فرات إجا، ليك وصل. خليني خبيه بلا ما يشوفه. إيه ماشي. أهلين حبيبي. شو هاد يا أمي؟ سهدي كل مرة قعدنا مع بعض، شفتي ما اتفقنا. ابني سلم على عم موجود بسرعة. ها، وهي عزيزي جا. يا فرحتي. هات. مرحبا. شوفي بابا، ليش اتصلت فيني لأجي؟ تعال عود بالأول. مين جوعان مثلي؟ نحكي معكن بموضوع. ما في داعي نرجع نحكي معن أمي، سمعنا لهن كتير. وأنا مو حابب أحكي بنوب. أصلاً قررت انتقل من الصف. بيكون منيح. بالله جد؟ إيه؟ برأيي لازم أنت تنتقل من الصف، بما أنك أجيت بعدي يعني. فرات؟ عزيز بكفي. أمي فينا نروح بقى؟ لا شبك، عاد لشوف. يا شباب، جبناكن لهون لأنه عنا شي بدنا نخبركن ياه. جود، خلينا نأجل الموضوع لبعدين. شو صاير؟ شوفي بابا. ما في داعي نتأخر أكتر، الأولاد ما عادوا صغار، خلينا نقلهم. طيب. يا أولاد، نحن أخذنا قرار. يمكن تعصبوا من الموضوع بالأول، بس رح تتعودوا بالمستقبل. بس تكبروا ورح تعرفوا إنه هذا هو القرار الصحيح. نحنا كل يلي عم نعمله مشانكن انتو، مشان سعادتكن. ليش كلمة نحنا عم تقولي؟ لأنه نحنا بصراحة تزوجنا. شو؟ انتو كمان ما عدتوا رفقات، هلأ صرتوا اخوات. بابا تزوجت؟ امي انتي عم تمزحي معي؟ لا ابني، هذا يلي صار. أمي انتي مجنونة ولا شو؟ معقول انتي بتعملي هيك؟ بابا عم تمزح معي؟ عم اسألك آخر مرة، هالحكي صحيح؟ ابني اتركها من ايدك. جاوبيني. ايه صحيح. لا فرات تعال لهون. في داعي يجي معك؟ لا خليك، ما في داعي. ابني وقف شوي، قلتلك وقف. تركيني امي. حبيبي لا تعمل هيك، خلينا نحكي شوي. امي انتي ما عم تفكري فيني بنوب، كيف تتزوجي هيك واحد؟ عملت هيك واخدت هذا القرار كرمالك انت فرات. هيك بتكوني عم تفكري فيني؟ اذا كرمالي فانا ما بدي. انتي ما بتعرفي اني ما بتفق مع عزيز بنوب؟ يا ابني هالامور عادية، كل الاخوة بعمركن بيتقاتلوا. لا تقولي هيك، هاد مو اخي. مستحيل يكون اخي بيوم من الايام، مستحيل. عم تسمعيني؟ خلص حبيبي اهدى، انا رح اقعدك وعد هلا، تمام؟ شو هو؟ إذا شفتك مو مبسوط أو مرتاح رح ألغي هذا الزواج كله. وأنا عم أقول لك ماني مبسوط أبداً. خلينا نعطيهم فرصة حبيبي، ووعد مني إلك ما رح تكون غير مبسوط. خلينا نروح على البيت لكم. تمام، يلا امشي. عزيز، هلأ موعد برنامجك المفضل حبيبي. ما بدي شوفه. ليش بقى؟
ابني زعلان مني شي؟ لا. طلع فيني حبيبي، الشي الوحيد يلي ما بدي اياه بهي الحياة انك تزعل مني، وانت بتعرفه. طيب يصير عنا عيلة تانية صعب شي؟ ليش نحن مو صرنا عيلة وحدة اساسا؟ بلا صرنا، قصدي ما رح تفهم الموضوع بشكل صح هلا، بس رح تفهمه لما تكبر. شو يعني؟ يعني قصدي السعادة بالحياة انك تلاقي البنت يلي بتحبها، واذا كان عندها ابن ما تخليه يأثر عليك. خلي حدا بالمدرسة يعرف شو اللي صار مبارح، مفهوم؟ وإذا حدا بيعرف بالموضوع ما رح يكون خير إلك أبداً. وكمان إذا كنتوا عم تفكروا تعيشوا معنا بالبيت فأنا ما بنصحك تجي، وإلا حتى أنا ما بتخيل شو ممكن يصير فيك. ومين قال لك إني أنا بقبل عيش معك بنفس البيت؟ شو مجنون لأعمله؟ من زمان كتير ما أكلت هيك فطور بشهي. كنت حابب يكون أحلى من هيك، بس البيت جديد، استني علي حتى أتعود عليه. ليزا، وين بدك يانا نعيش؟ ما بعرف، بس برأيي إنه بيتنا أكبر ما، وفي غرفة للولاد. برأيي خلي الولاد يتعودوا على الفكرة وبعدين منقرر. طيب ماشي، مثل ما بدك حبيبتي. رح جيب الشاي. وأنا رح غسل الفواكه لك. ما في داعي. لا عادي. تفضلي. يسلموا إيديك. شوف انقطعت المي. تذكرت رح يكون اليوم في قطع، معناته صعب نقضي اليوم هون. شو رأيك نروح نتعشى سوا؟ تمام. عزيز. هاد بابا، اجيت تاخدني اليوم؟ تعال حبيبي تعال. ايه اخذك انت وفرات. وينه؟ ابو العزيز عم يقشر لك. لا اكيد ما قصده علي. يصطفل بابا، هو عم يتجاهلنا اصلا. خلينا نروح. جاي. أهلا وسهلا. شو حلوة هالباقة. وينو فرات؟ تفضلوا فوتوا. رح تجي على المباراة؟ تمام، بشوفك اليوم. يلا باي. هادي اللي ناقص جاي على المدرسة حتى ياخدني.
أهلين حبيبي. اللي صار مو مقبول ماما. تعرفي شو صار اليوم؟ كان أبوه لعزيز بالمدرسة، كان بده ياخذني معه بس ما رحت طبعاً. ليش اجوا لعنا؟ شش هلا بيسمعوا. اي يسمعوا شو يعني؟ ما بيصير حبيبي عيب؟ العيب انهم اجوا لهون. شش. خد هي لبرا. يلا تفضلوا الطاولة جاهزة. يلا قوم. هالأكل منظره بشهي، يسلم إيديكي. صحة وهنا. قال لي أبوك إنك بتحب شوربة الدجاج، عملتها كرمالك. وحتى فرات بيحبها كمان. شكراً إليك خالة ليزا، يسلموا إيديكي. إيه، حكولي كيف المدرسة؟ سيئة سيئة. على القليلة متفقين على شي واحد. يلا كلوا من الشوربة لبين ما جيبوا ورق العنب. كنت عم أعملون كرمال جيدكن. كمان في ورق عنب؟ يا سلام، أنا كتير بحبه. رايح اشرب. شو عم تعمل؟ لوين رايح؟ بدي اطلع كب الزبالة. برد صحنك حبيبي، بدل لك يا؟ لا ماما ما رح آكل. هلا صار وقت ورق العنب. عذبتي حالك يا ليزا، أكيد أخذوا وقت حتى خلصوا. أكيد أخذوا وقت كتير بس بيستاهلوا. وين راح الصحن؟ حطيته بالبراد؟ لا. فرات تعال عندي شوي. وين صحن ورق العنب؟ ما بعرف، كان هون على الطاولة. كبيته مع الزبالة شي؟ لا. خليك هون. بنتي شكرا كتير على ورق العنب. سلم ايديكي، عذبتي حالك، كانوا كتير طيبين. قلت بجيب لك هذا الصحن، بتمنى ما اكون زعجتك. ولو يا خالي سهيلة، صحة وهنا. أنا كمان كنت عاملي حلو باليقطين، بتمنى يعجبوكي. شكراً إليك، أكيد طيبة. يلا تصبحي على خير، فيها العافية يا رب. وإنتي من أهله. وين صحن ورق العنب ماما؟ شو حاملة بإيدك يا ماما؟ وين ورق العنب؟ الله يسامحك يا فرات. شو صار ليزا؟ بعتذر منكم، صار خطأ صغير.
برجع بلف مرة تانية وبعزمكن عليه. أما هلأ في عنا حلو باليقطين. في حلو باليقطين؟ لا تزعلي ليزا، عزيز بيحب هاي الأكلة كمان، بيأكلها كل يوم ما بيمل. مو معقول. بلا صح؟ أنا هيك ارتحت، بس أنا ما بحبها. شفت يا بابا كيف كان فرات كل الوقت؟ من وين هالمي؟ ما بعرف. شوفي بابا. وينك يا زلمة؟ البيت طايف مي، تارك الحنفية مفتوحة؟ يا الله كيف نسيته مفتوح؟ الحمد لله اللي كان معنا مفتاح. اتصل فيك فورا لما خبروني الجيران، ما رديت علي، فتحت الباب وفتت، ولا كانت رح تنزل المي على الجيران، بس الحمد لله لحقناها وسكرتها فورا وطالعت السجادة برا. شو رح نعمل هلا بابا؟ اوف خير ان شاء الله. مين جاي بهالوقت؟ جود؟ أوف الحق علي أنا، كيف رحت ونسيت سكر الحنفية؟ لا تضايقي حالك ليزا، صار اللي صار، فتحنا الأبواب والشبابيك، من هون لكم يوم بيكونوا نشفوا. خلص لا تفكر بالموضوع، ليك عزيز شكله رح ينام، رح فوت جهز له مكانه وحط له مخدة وغطى وآخده. وين رايح؟ على الحمام بابا. لا تمد ايدك على شيء، تمام؟ حاضر. شو عم تعمل بتختي؟ مو رحتوا عبيتكن؟ فوق مو نايم بغرفتي لابس لي ثيابي كمان؟ شو هالحركات؟ امي. نعم حبيبي. امي شو هادي اللي عم يصير؟ قولي لي ليش عزيز نايم بغرفتي مبارح؟ بعد ما راحوا من هون شو رجعون؟ طول بالك شوي، خد نفس. بيتهم كان طايف بالمي، لهيك رجعوا لعنا. طايف بالمي؟ ايه، لقوا هيك لما وصلوا. ايه شو بدهم يضلوا عنا يعني؟ ايه حبيبي فرات، لو سمحت لا تزعل، حرام عم يمرقوا بوقت صعب، خلينا نعمل الفطور سوا. انا لا بدي فطور ولا شيء، انا رح انزل على الشارع. لو سمحت فرات.
يسلم ايديكي خاله ليزا. صحة وهنا يا روحي. يسلموا على الفطور ليزا. صحة وهنا. رح حط فطور للهارب. سميته الهارب؟ صح. وليش اخترت هالاسم؟ لأنه كان عم ينط بده يهرب. ابني روح انزل على الشارع إذا بدك. بتعرف انه عزيز وابوه عم يناموا على بيت فرات؟ شو؟ عن جد عم تحكي؟ ابوه لعزيز تجوز امه لفرات. وانت شو عرفك بهالقصة؟ عرفت وهو ما بده يقول لحدا. اذا مانك مصدقني فيك تسأله. يا فرات شو عم بيعمل عزيز عندكم؟ وانا شو بده يعرفني؟ لا تكذب، عم يضل عندكم بالبيت. لا بلا، عم يضل عندك. ليش عم تخبي؟ هذا رح يصير اخوك. انت شو عم تقول؟ شو عم تحكي؟ انا ما عندي اخوه. سمعنا انه امك تزوجت من ابوه، الكل سمع بهالقصه. اطلع عليه كيف احمر من الخجل. رح تسكت ولا شو؟ انا عم اقول انه هالشي ما صار. لا تصدقوا هالحكي، كيف فيكم تسمعوا واحد كذاب؟ مين قصدك بالكذاب ولا؟ رح اقول لك ياها. اللي ليش في واحد كذاب هون غيرك؟ لا تعيط علي وإلا بضربك. لا تهددني ولا؟ طب لسانك. لسا بدي أضربك. لا يا فرات لا. أنت بلشت تتجاوز حدودك. بكفي فرات اتركه. بعد عني. اسمع مني وبعد عنه. شايف كيف أخوك إجا يساعدك؟ لا عاد تقول كلمة أخي على لسانك. هذا بيكون أخوك. هذا أخوك. أخوك أخوك أخوك. لك شو هاد اللي عم تعمله؟ شو عملت لك فرات؟ جنيت شي؟ فرات وقف عم حكيك. كل يلي صار بسببك أنت. أنا ما قلت لك إنه ما تحكي لحدا؟ عجبك هيك كيف الكل عم يتمسخر علي؟ انا ما بدي اياك لا انت ولا ابوك. شوفي ابني شو صاير معك؟ جاي اخذ مصاري. طيب بس قلي ليش شو صاير؟ انا بدي اروح. لوين؟ قررت روح لعند ستي. ما فيك تقرر وتروح لحالك. انا رايح امي. استنى فرات. وينه؟ مين هو؟ ابنك المشكلجي كان عم يضربه لابني. بكفي لازمه ترباية. شو في ليزا؟ في مشكلة؟ ايه في مشكلة. تفضل شو هي؟ مين بتكون حضرتك؟ انا ابو لفرات. عن جد؟ ايه عن جد. ومن اليوم ورايح اذا في مشكلة بتجي وبتحكي معي. انا ما دخلني ما قلت لحدا. ماشي انا بعرف كيف رد لك الضربه. لسه ما نزل؟ لا. ليكو نزل رح يهرب. روح امسكوه. بدك تعرف شو المشكله؟ عزيز وينه فرات؟ ما بعرف وين راح. اوف عجبك هيك؟ راح ضرب ابني وهرب. ابني ما عنده هالحركات. من يومين اجيت مشان الشباك وابنك هو اللي كاسره، وهالمره شو عمل حتى فرات قتله؟ يا ريت تنتبه على حكيك مدام ليزا. لو سمحت بتلتزم حدودك وانت عم تحكي مع عائلتي. اذا بتريد روح من هون. انت هلا معصب وبنحكي بعدين. مره تانية ما راح احكي معك، راح احكي مع الشرطه. فيك تروح وتحكي مع مين ما بدك. ايه ماشي راح نشوف. وين اختفى هاد؟ لازم يكون راح من هون. احكي لي شو صار بالحارة؟ عم اسمعك. رأفت زعجه لفرات، قاموا تقاتلوا وراح فرات ضربه.
كيف ضربه؟ ضربه براسه. شو حكى حتى زعجه؟ بصراحة قال له إنه نحن أخوة. بابا لو سمحت خلينا نرجع عبيتنا. استنى بابا. ماما فرات عندك؟ ما وصل؟ أنا بعرف كيف أتصرف معه بس لاقيه. بجوز يكون راح من هون. امشوا يلا. لا ماما ما في شيء. خلص طولي بالك. هلأ بيوصل. خلص بتصل فيكي بعدين. أوف ما وصل لعند ماما لسه. هدي طولي بالك. لا تشغلي بالك. وين ممكن يكون راح؟ ما بعرف جود. خلينا نطلع وندور. يلا. حدا شاف فرات؟ لا هو ما اجى من هون. انا ما شفته ولا انا شفته. انت روح من هون وانت انزل لتحت. بده يكون راح. يا الله شو بدي اعمل. استني اهدي شوي يا ليزا. اكيد اتخبى بشي مكان. خلونا نفترق. عزيز روح من هون وانا رايح دور من هون. وانا رح كفي هيك. انت ما قدرت لاقي. يا ربي شو بدي اعمل. ابني ضاع مني يا جود. بلكي صاير له شيء. ليزا شو هالحكي هاد؟ شو عرفك شو صاير معه؟ رجعتي حكيتي مع امك؟ اتصلت فيها وما انه عندها. لازم نخبر الشرطه. خبرتهم عن جد جود؟ ليزا اهدي حبيبتي. رح نلاقيه لفرات صدقيني. نحن شو عملنا جود؟ ليش خليناهم يجتمعوا بنفس البيت؟ بلكي صار له شي. شو بعمل بحالي؟ هذا كله بسببي أنا. ليزا لو سمحتي لا عتبكي. بتشوفي رح نلاقيه ورح نكون عيلة سعيدة. نحن ما كنا ولا رح نكون عيلة سعيدة. هذا خطأنا. ما بدي شي غير إني لاقي ابني هلا. حتى لو ضليت متخبي رح لاقيك. رح فرجيك قيمتك. هاي عزيز وينه فرات؟ ما بعرف. لا تكذب قول وينه. بعد عني قلت لك ما بعرف. تعرف مو هو بيكون اخوك؟ لا لك وين بده يكون؟ يمكن يكون رجع على البيت. خلينا نرجع ونشوف. طيب لك بعد عني اتركني. احكي وينه؟ بعد عني. هلا بدك تحكي وين فرات؟ اتركني بعد عني. قول وينه. اعترف وينه. ما بعرف. لا تكذب. بعرف. ليش عم تغطي عليه؟ هو بيكرهك اصلا. بيكرهك بيكرهك. اتركني. بدك تحكي وينه. اعترف يلا. خلص اتركني. ما بعرف. ما رح اقول لك حتى لو كنت بعرف. اعترف وينه. قلي وينه. بدك تقلي وينه. اعترف وينه. خلص اتركني. انا هون. اتركه. عم اقول لك اتركه. بعد كنت عم دور عليك. انا بدك منه. ما
بعد عنه. هروب عزيز، هروب عزيز بسرعة، هروب. حبيبتي خلص اهدي وطولي بالك، الشرطة عم تدور. جيب لك مي لتشربي؟ ما بدي، ما بدي شيء ابدا، بدي تلاقي لي ابني وبس. وانت روح من هون هلا. عن جد بدي روح؟ ايه، فرات ما رح يحب يشوفك هون. بس ما فيني اتركك هيك يا ليزا. ما بدي اجبره على اي شيء. بدك يانا نترك؟ قبل ما نبلش حتى؟ مو من حقنا نعمل فيهم هيك يا جود، هذا غلطنا. أنا بس بدي لاقي ابني وما بدي ولا شي تاني بنوب. عزيز صار لك شيء؟ أنا منيح. انت متأكدة انه فيك تضلي لحالك؟ ايه هيك افضل لنا. فرات انت وين كنت؟ رح احكي لك امي. احكي بسرعة لشوف شو صاير. احكي لي يا ابني، انت لقيت فرات؟ لا، هو اللي لقاني. كيف يعني؟ نحن مو بحاجة نشرح شي بابا، هلا بيجي أبو لهداك الولد وهو بيقلكن شو صار. رجعت تقاتلت أنت ورفات؟ يعني هيك شي. أوف، هلا بيجي بنطلع عنا. أي يجي شو يعني؟ هي عمه موجود عنا. بس نحن بدنا نروح هلا يا فرات. لا خليكن عنا لو سمحت، أنا بعتذر على كل شي عملته. عزيز خليك عندي، أنا اليوم فهمت كل شي وعرفت شو يعني يكون عندي عائلة. يلا عم موجود اعطيني اياها. سمكتي بسرعة. عزيز حطها هون بسرعة. وهي هارب رجعتك على المي. اسمه الهارب؟ ايه كان رح يهرب. لا تروح وجود. بعدين ركض عزيز ونط عليه لرأفت، لو شفتوه ما رح تعرفوا. هيك بلشنا حياتنا الجديدة وصلنا عائلة وحدة وعملنا مثل الهارب سمكتي الصغيرة ونطينا من حوضنا. بس نحنا كان حظنا أحلى منه، لأنه المكان يلي نزلنا فيه كان محيط كبير. كل ما كان هذا المحيط كبير في أمان وسعادة رح يعمل من الحوض ما كان في سعادة أكبر. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.